السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ننقله إليكم في حلقة خاصة في تحت الضوء التي نسلط الضوء فيها في عمق العلاقات اليمنية الأمريكية التي امتدت عبر سنوات متعددة. نحاول في هذه الحلقة، ولا تتعجبوا أن تكون بدايتي حقيقة مقدمتي طويلة قليلا، إنما من أجل أن أستغل الوقت كون ضيفي في هذا اللقاء له ارتباطات قد لا تجعلنا نكمل الحلقة بصورة ونأتي على كل المحاور. باسمكم جميعا يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بضيفي سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية جيرالد فارستان. أهلا وسهلا معي سيد. أهلا بكم. أهلا بكم، شكرا لك على هذه الإتاحة الفرصة. دعني أبدأ معك. المبادرة الخليجية أثمرت المرحلة الثانية التي هي الحوار الوطني، كيف تقيمون الحوار في أسبوعه الثاني؟ Well, we are very pleased to have. نحن سعداء جدا أننا لعبنا دورا في هذه المناقشات التي أثمرت عن وجود المبادرة الخليجية، ولعبنا دورا جزئيا في تطبيق هذه المبادرة التي تم توقيعها في نوفمبر من عام 2011، ولدينا إحساس بأن هذه المبادرة تم تطبيق كثير من فقراتها إلى الآن تطبيقا جيدا وسلسا، مثل تكوين حكومة الوفاق الوطني، وأيضا تكوين اللجنة الأمنية والعسكرية، وكذلك الحال انتخاب الرئيس المرحلي للبلاد. فهذه الفقرات تم تطبيقها بسلاسة متناهية، والآن وصلنا إلى أكثر المراحل الأهمية وهي البدء في الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني. ويسعدنا أننا حضرنا افتتاحية هذا المؤتمر الأسبوع الماضي، الذي نأمل أن ينتج عنه مناقشات ومفاوضات تسفر عن حلول للقضايا العالقة داخل البلاد التي ظلت أمام البلاد كتحد لفترة طويلة من الزمن. But we remain optimistic that it's going to have a good result. سعادة السفير، حضوركم في الجلسة الافتتاحية الحوار كانت تعلوكم الابتسامات في هذه الجلسة. هل هو تفاؤل بالنتائج التي سيصل إليها الحوار؟ And we like to. أعلم متفائلون، وأن هذه الابتسامة تكون مشجعة بالنسبة لمن رأى. That my smile is encouraging people. هل يمكن أن تشركنا في هذه السعادة وهذا التفاؤل؟ لأن البعض يقول ما هي الضمانات إذا ما وصل المتحاور إلى النتائج؟ ما الضمانات أن تحقق هذه النتائج؟ Well, I think, of course. حقيقة أنا أعتقد هذا، فإن أفكارنا هي الإنجاز، هذا إنجاز هذه النتائج التي سيتوصل لها، والتي تعكس مصداقية الشعب اليمني ورغبته القوية، وذلك لتنفيذ المبادرة الخليجية بالرغم من وجود بعض العناصر التي لا تؤيد بالضرورة جميع فقرات هذه الاتفاقية، إلا أن المجتمع الدولي بما فيها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومنهم الولايات المتحدة وكذلك شركاء كنا في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، نقف خلف تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه داخل إطار هذا المؤتمر. سعادة السفير، البعض يقول أن هذا المؤتمر أو لا سقف له في القضايا التي سوف يناقشها، وسيكون سقفه وحدوده مطلقة، لكن يترى ما إلى المسامع البعض أنها توجد بعض الأمور من تقسيم الأقاليم، الملف الهيكلة مسند إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي قائمة على ذلك، الدستور إلى فرنسا، يعني هل بعض الأمور قد حسمت مسبقا؟ كما ذكرتم أنه لم يتم حسم الأمور على الإطلاق، إلا أن المجتمع الدولي ممثل في مجموعة السفراء العشرة قد تحمل أدوارا متفاوتة بين البلدان المشتركة في بناء على مقدرتنا وخبراتنا في المجالات المختلفة. فكما ذكرتم بدقة أن الولايات المتحدة تعمل بقرب مع شركائنا الأردنيين، وذلك في المجالات العسكرية والأمنية، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة تتولى الجزء العسكري إعادة الهيكلة به، وكذلك الحال الاتحاد الأوروبي يعمل في مجالات مختلفة في المجال الأمني المدني كما يسمى المرتبط بوزارة الداخلية، وكذلك الحال فرنسا تقدم خبراتها كشريك أساسي في إعادة كتابة الدستور، وأيضا في المجالات الأمنية المختلفة. وبالتالي يبقى دور المجتمع الدولي دورا لدعم النقاشات القائمة داخل إطار هذا المؤتمر، وإننا ندعم بناء على مقدرتنا وخبراتنا عبارة عن استشارات ذات خبرة. But the final decisions will always be Yemeni decisions.
يعني هذه الاستشارات لو تعارضت هذه الاستشارات مع ما يتوصل إليه المتحاورون تحت سقف الحوار الوطني الآن، لو أنه تعارضت هذه المسارات، ما الحل إذن؟ هل له علاقة بالخلافات داخل إطار النقاشات اليمنية؟ المتحاورون الآن يدخلون في الحوار وليس لا سقف لأي رؤية محددة. لو أنهم رأوا شيء مثلا في قضية هيكلة الجيش أو في قضية الدستور يختلف عن الدعم الذي تقدمه هذه الدول الاستشاري، ماذا سنقدم؟ نحن كمستشارون نقدم الاستشارة ذات الخبرة بالنسبة لليمنيين، ولن يكون هناك أي خلاف مع ما يتوصل فيه المحاورون، ما يتوصل إليه المحاورون، لأن القرار في المنتهى هو قرار يمني ليس دولي، إنه قرار يمني، ونحن نلعب دور فقط لتعزيز هذه القرارات بتوفير الخبرة والنصيحة له. أنا أعلم أن سعادة السفير لديه خبرة في هذه المنطقة، فهو عمل في إسلام أباد، في تونس، في الرياض، في بيشاور، في مسقط، في بيروت، في إسلام أباد، في أورشليم كذلك عملت في هذه المناطق كلها. هل تتوقعون أن التركيبة العربية يمكن مع هذه الملفات المفتوحة في هذا الحوار أن يصلوا إلى طريق يمكن أن يخرج البلد من هذه الأزمة التي هي فيها؟ I'm very optimistic. أنا متفائل حقيقة. سأقول بأن إحدى الأمور التي نحن في المجتمع الدولي معجبون بها ومقدرين، ليس فقط نحن في الولايات المتحدة ولكن في المجتمع الدولي، أن نجد اليمنيين على أساس أنهم ينظرون إلى القضايا المختلفة ويصلون إلى قرارات عملية بدءا من بداية الثورة بعام 2011، ويصلوا يعني يجتمعوا معا في مفاوضات تصل إلى حلول عملية وواقعية. إذ أن في بعض الحالات فيما مضى إنسان خارجي خارج الإطار هذا ينظر إلى الأوضاع يقول محال أن يتوصل هؤلاء إلى حلول معينة، فاليمنيون لم يتوصلوا فقط إلى حلول ولكن تابعوا هذه الحلول بالتطبيق العملي، وبالتالي فهذه إحدى المزايا الإيجابية بالنسبة لعملي هنا داخل اليمن خلال هذه الفترة التاريخية، أنني رأيت مقدرة اليمنيين على التوصل في أوضاع حساسة جدا إلى حلول منطق يعني موضوعية وتطبيقها. هذه الحلول المنطقية والتطبيقية التي أنت تثني بها على تركيبة الإنسان اليمني، لكن يواجههم حقيقة عقبة كؤود وهي ما يسمى بملف القضية الجنوبية المتمثل في الحراك. عدم مشاركة الحراك في الحوار الوطني إلى الآن إلى هذه اللحظة، هل يعيق حقيقة السير في المؤتمر؟ حقيقة نحن نأمل أن لا يفعل هذا، أن لا يعيق ما ذكرتم مرحلة الحوار. وحقيقة هناك ممثلين عن الجنوب من ضمنهم أحمد فريد السريمان الذي هو جزء من رئاسة المؤتمر نفسه، وغير صحيح أنه ليس هناك مشاركة من قبل الجنوبين، إذ أن الجنوب يتمتع ب 85 مقعد من هذه المقاعد، وكل هذه المقاعد مملوءة بمشاركين، وبالتالي هناك 50% من الجنوبيين الذين هم ليسوا جزءا من الحراك الجنوبي يشاركون بهذا. طبعا هناك عناصر قررت ان لا تكون موجوده هناك داخل المؤتمر، ونحن نامل ان تتمكن هذه العناصر من اتخاذ القرار للمشاركه فيما بعد عندما يروا بان هذا الحوار هو عمليه جاده للتعاطي مع القضايا العالقه هناك، ونامل ان يشاركوا مشاركه جاده ايجابيه وبناءه داخل اطار الحوار هذا من هذا المنطلق. وفخامه الرئيس هادي قد ذكر بان الحوار بابه مفتوح إلى لأي طرف يود المشاركة فيه في وقت لاحق، وهذه العناصر كما قلت أأمل أن تأخذ القرار الصائب للمشاركة. البعض قد يرى أنه قد يزيد العدد إذن عما هو عليه، لكن هذه ليست القضية التي أسأل عنها. يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الجنوبية في عام 94 وقفتم حقيقة مع أنها لا تفرض الوحدة بالقوة، وقد يقول البعض أن هذا مختلف حتى مع النهج الذي اتخذه إبراهيم لينكولن عندما في عام 1860 فرض الوحدة على الجنوبيين بالقوة، وذهب ضحية ذلك 600 ألف تقريبا من كلا الطرفين. والآن أنتم ترون أن الوحدة اليمنية هي المنطلق للمبادرة الخليجية وأن هي الأساس في ذلك. المشاهد البسيط يعني قد يرى اضطراب في الموقف الأمريكي.
Well, in fact, there was no. حقيقة ليس هناك أي تناقض على الإطلاق إذ أن الموقف الأمريكي في عامي 1990 و1994 كان داعما لوحدة اليمن وخلال وحدة اليمن آنذاك وخلال الحرب الأهلية آنذاك فكان الموقف الأمريكي مؤيد لوحدة اليمن على اعتبار أن هذا قرار نهائي اتخذه المواطنون اليمنيون آنذاك وكذلك الحل فإن المبادرة الخليجية تعتمد اعتمادا أساسيا من المبادئ الأساسية لتنفيذها هو قائم على وحدة اليمن كما أنه الحال ذاته قائم من خلال قرار المجلس الأمن الدولي قرار مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 قائمان على هذا المبدأ وحدة اليمن وبالتالي لم يكن هناك أي تناقض في الموقف الأمريكي منذ عام 1990 وحتى اليوم سعادة السفير أنتم في تصريح أثار يعني أثار كثيرا من ردود الأفعال اتهمتم إيران بالتدخل في اليمن وفي الشؤون الداخلية بالنسبة لليمن وقلتم أن إيران تحاول زعزعة الأوضاع باليمن وإيقاف نجاح عملية التسوية السياسية يعني ما مصلحة إيران في ذلك وما مصلحة ممثل إيران إن إجاز التعبير في الداخل حقيقة نحن قلقون من الأعمال التي تقوم بها إيران على اعتبار أنه لها مصالح في يمن غير مستقر وذلك عن طريق تقويتها لتلك العناصر التي لا تؤيد وحدة البلاد نتيجة لعداءاتها في المنطقة فنرى أنها تعتقد بأن هذا يخدم مصالحها عن طريق تقوية هذه العناصر والإبقاء على يمن ضعيفا أما بالنسبة لممثل إيران داخل اليمن لا أستطيع أن أعلق على هذا بالنسبة للسفينة الأخيرة التي وجدت وكانت محملة بالأسلحة ويقال أنها من إيران وأرسل مندوب أو لجنة للاطلاع على ذلك كانت البحرية الأمريكية هي التي لأنها تجوب البحار هي التي قامت بإلقاء القبض على هذه السفينة يعني لماذا سلط الضوء على هذه السفينة تحديدا بينما يقول البعض أنها وجدت مجموعة من السفن قبل ذلك لماذا بالتحديد هذه المرة اختلفت وجهات الأنظار في هذه الصورة؟ حقيقة أنا لست على علم إذا كانت هناك سفن قبل هذه ولكن هذه السفينة تم إلقاء القبض عليها وعلى محتوياتها بالتعاون مع خفر السواحل اليمنية إذ أننا بالتعاون معهم أيضا حددنا أنها ربما كانت عنصرا من عناصر التهديد ضد اليمن فدعمنا دور الحكومة اليمنية في القبض على هذه السفينة وتفتيشها ومن ثم وجدنا كميات هائلة وخطيرة من الأسلحة كانت تهدد أمن واستقرار البلاد وبالتالي إذا لم يكن خفر السواحل قد تمكن بإلقاء القبض على هذه السفينة بنجاح فإننا كنا لن نكون قادرين حتى بتصور الآثار السلبية نتيجة هذه الشحنة الهائلة من الأسلحة وبالتالي فإننا سنستمر بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية وخفر السواحل اليمني وسنعمل كل ما بوسعنا لدعم الحكومة اليمنية Yemen and securing its coastlines and its borders. الأسلحة لا شك أنها إذا وصلت إلى أي جهة معينة حقيقة تشكل قلق وتشكل توتر أمني في أي بلد معينة. يقال أن نقل عنك أنك قلت أنك لست قلق من جماعة الحوثي المسلحة وأنها ربما ستضع الأسلحة وتلجأ إلى الحوار. دخلت الحوار ولم تضع السلاح. ويعني والبعض يقول أنت قلق من الحراك المسلح. إن وجد حراك مسلح لماذا قلق في جهة ولا يوجد قلق من جهة أخرى حقيقة نحن نعلم نحن نأمل بأن هذه المجموعات المشاركة في الحوار الوطني سيضعون أسلحتهم ويدخلوا هذا الحوار وجلساته بدون أسلحة وبالتالي بدون أي تهديدات هناك فالعملية هي عملية حوار قائمة بين مجموعات غير مسلحة ونأمل أن يلتزم هؤلاء المتحاورون بالإبقاء على هذا الوضع كما هو أي بدون أسلحة إلا أننا ندرك واقعا يمنيا هنا بأن الغالبية من اليمنيين يحملوا أسلحة ولكن رئاسة المؤتمر كانت حاسمة جدا بهذا الأمر فنحن معجبون بجهودهم حيث قالوا أنه لا يوجد مكان للأسلحة أو المسلحين داخل هذا الحوار وقد لا يكون لك سلاح داخل سقف الحوار لكن السلاح موجود في خارج الحوار معالي السفير يعني البعض يقول أنه يعني هل تكيلون أنتم بمكيالين وميزانين في آن واحد؟ جماعة من الجماعات تحمل سلاح ولا يجدون منكم إلا دعوتهم إلى
الحوار والمشاركة في الحوار ووضع السلاح، وجماعة أخرى ليست بنفس التكتيك وليست بنفس التنظيم يجدون منكم طائرات تقصفهم صباح مساء، يعني ما بين جماعة الحوثي وجماعة القاعدة. هل تختلف النظرة إلى كلا الطرفين؟ حقيقة بما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن الولايات المتحدة واليمن هي الدولتان في العالم التي لديها أكبر كمية من الأسلحة بالنسبة للفرد، وربما استطعنا أن نعمل من خلال هذا التشابه أن نعمل جنبا إلى الجنب مع اليمن على أساس التعامل مع هذه القضية وتخفيض عدد الأسلحة الموجودة لدى الناس وأيضا تخفيض العنف ذات العلاقة بالأسلحة. هذه النقطة الأولى. أما بالنسبة لمنظمة القاعدة والمجموعات الأخرى، فإن منظمة القاعدة قد أعلنت علنا وصراحة بأنها ستستخدم العنف، إذ أنها ترى هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة للضغط على السيطرة على الشعوب وعلى معطياتها من هناك، وبالتالي فهي تمثل تهديدا ضد الولايات المتحدة والعالم بأسره. وقد قالوا صراحة بأن هذه الوسيلة هي الوحيدة التي ستمكنهم اللي هو العنف، ستمكنهم من السيطرة على الشعوب وتحقيق أهدافهم السياسية، وبالتالي فهم ليسوا جزءا من هذه العملية السياسية ولن يكونوا جزءا من العملية السياسية القائمة داخل البلاد. والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يؤخذ بالاعتبار هذه الصفة بالنسبة لهم هو أنه إقناعهم بالتخلي عن العنف وبالتالي الدخول في هذه العملية السياسية. أنا أشكرك سعادة السفير على ذلك، وجيد أنه يوجد ما بين أن نكون اليمن وأمريكا تتصدر العالم ولو في أي شيء معين، يعني أن تكون في أول دول العالم. أعلنت القاعدة أن شيء معين، لكن الحوثيون يقولون، وأنت تقرأ هذا في شعاراتهم وقد أعلنوه ما لم تعلنه القاعدة، أعلنوا الموت لأمريكا ولعنة يقولوا لإسرائيل وما إلى ذلك، يعني ولم يجدوا نفس التعامل. يعني حتى يقول البعض أن بينكم وبينهم من حسن الظن حتى أنك دعوت الحوثيون أن يضعون السلاح ويلتحقوا بالحوار، لما لا يكون نفس الميزان؟ يقال للقاعدة ضعوا السلاح والتحقوا بالحوار، هل تجد في ذلك أي تباين؟ حقيقة الحوثيون لديهم شعارا، أنا أتفق معكم بأن هذا شعارا سخيفا وليس له مكان في المفاوضات السياسية، ولدينا اعتراض على هذا الشعار، إلا أن الحوثيين قد أتوا في مرحلة الإعداد للحوار الوطني وهم الآن يجلسوا تحت سقف واحد مع المتحاورين الآخرين ويناقشوا قضايا الحوثيين وقضايا آثار الست الحروب التي جرت بصعدة، بينما بالمقابل القاعدة ليس لديها برنامج من هذا القبيل ولا يستسلم لمبدأ الحوار وعلى أن الحوار ممكن يحقق مطالبهم إذا كانت هذه المطالب فعلا مشروعة ولا الوصول إلى حلول هناك، وبالتالي فهم يعملون هنا داخل اليمن ولكن لا يقتصر عملهم على هنا وإنما ينمون تصدير ما يسموه بالجهاد إلى الخارج، إذ أنه تم الكشف على 3 مؤامرات منذ عام 2009 وذلك بمحاولة الهجوم على طائرات مدنية وعلى أفراد أبرياء في الولايات المتحدة. سعادة السفير سؤال عابر، لكن يعني أنت سئلت عن هذا الشعار وضحكت وقلت أنهم غير جادين في هذا الشعار، هل 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 أفهم من ذلك أنه شعار غير حقيقي؟ أنا أعتقد وآمل بأنه يكون غير واقعي غير حقيقي. طبعا عندنا في المثل العربي يقول إذا نطقت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني وأنتم أعرف بذلك، ولذلك من معرفتي أنكم أعرف، أنتم أعرف الناس بالقاعدة، وأنا أقف أمام شخص ربما متخصص في معرفة شؤون القاعدة ومكافحة الإرهاب، وتنقلت من مجموعة من وظائف في عدة دول، في باكستان، في النيبال، في مجموعة. سؤالي، القاعدة لدينا في اليمن أصبحت ليست قاعدة، قواعد، ليست قواعد عسكرية أمريكية، وإنما أقصد بالقاعدة القاعدة التنظيم. من يحرك هذه القواعد؟ حقيقة أنا أعتقد مرة أخرى بأن القاعدة هنا في اليمن، سواء كانت في اليمن أو في العالم بشكل عام، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام، هي منظمة تحاول استخدام العنف وذلك لتحقيق أهدافها
بنظرها بأن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بهذا العنف، سواء كان يعني، ونؤمن بأنها فعلا تحاول أن تفرض نظرها بالنسبة للعالم بما يتعلق بالإسلام، وذلك عبر استخدام هذا العنف. فنعتقد بأن هذه المنظمة خارج أي إطار سياسي لمعالجة أي قضية ما، سواء كانت مجهوداتها فرض النظرة الإسلامية أو نظرتها هي بالنسبة للإسلام، وبالتالي هذه منظمة عنيفة ليس لها أي علاقة بهذه الأمور. سعادة السفير، أنا سأخرج من القاعدة هذه التنظيم إلى القواعد العسكرية. يعني يقول البعض أنه توجد بعض القواعد العسكرية وأقربها فندق شيراتون الذي بجوار السفارة الأمريكية أصبح ثكنة عسكرية. ما مدى صحة ذلك؟ حقيقة هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة، إذ أن هناك قليل من الحضور الأمريكي موجودا في اليمن، وذلك لمساعدة القوات العسكرية اليمنية في التدريب والمساعدة في تحسين قدرات القوات المسلحة اليمنية هنا. وهناك أيضا عدد قليل من العسكريين الأمريكيين موجودون هنا، وذلك لحماية هذه السفارة، وبالتالي ليس هناك أي قواعد عسكرية، ليس في الحاضر ولن يكون هناك في المستقبل. لدينا رتبة الشيخ تطلق على مشايخ القبائل في اليمن هنا، وقد أطلق البعض عليكم هذه الرتبة بالنسبة لنا لما يجدونه أنكم متواجدون في الأعراس اليمنية ولدى مشايخ القبائل، وتربطكم علاقات بهم، تربطكم حتى في إعادة التيار الكهربائي بالنسبة لليمنيين، حتى أن البعض يطلق عليكم، وأرجو أن يتسع صدرك لي في ذلك، يطلق عليكم برايمر اليمن، وبعضكم الحاكم الفعلي، وبعضهم يقول المندوب السامي. هل تجدون أنكم تتدخلون في صناعة القرار اليمني؟ أمل أن لا يكون هذا الادعاء صحيحا، على اعتبار أننا يعني لا نتدخل بالشؤون الداخلية لمكان، إلا أنه في الماضي قد أتى إلى هذه السفارة وسفارات أخرى، وأيضا مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أتى يمنيون إلى هذه الأمكنة يطلبوا مساعدة، وذلك بتقريب وجهات النظر اليمنية فيما بينهم البين، وعملنا ساعدنا بهذا القدر بالقدر المستطاع، على اعتبار أنه ونحن سعداء جدا إذ أننا لعبنا دورا داعما في تقريب هذه وجهات النظر، إلا أننا لا نتدخل ما لم تتم دعوتنا إلى هذه النقاشات. هل هذا هو سبب تمديد فترة بقائكم، التمديد أنكم تمثلون الولايات المتحدة في اليمن لسنة فوق السنتين التي لكم؟ حقيقة السفراء يعملون بناء على أوامر فخامة الرئيس الأمريكي، وطبعا فخامة الرئيس الأمريكي أوباما طلب مني أن أمدد فترة إضافية هنا، ويسعدني كثيرا جدا أن أعمل هذا، وخصوصا إذا ما أخذنا بالاعتبار الدور الإيجابي والبناء الذي قمنا به، وبالتالي فإننا نتطلع للقيام به لفترة إضافية في المستقبل. يعني قد يقرأ المواطن اليمني الصورة بطريقة أخرى، قد يرى أن الصورة يراها البعض هكذا، قد تكون الصورة بالنسبة له صورة أمريكا صورة غير جيدة. يعني هو يرى طائراتكم تقصف، لكنه لا يرى أن طائراتكم تقصف من يسببون له أزمة في الكهرباء. يعني أنتم طائراتكم تكتشف كما يقول البعض حتى الدبوس أو كذا، لماذا لا تكتشف من يسبب انقطاع التيار الكهربائي والنفط؟ لماذا لا تسعون لتحسين الصورة لدى المواطن اليمني؟ حقيقة أنتم قد ذكرتم مهامي للعام القادم، وهو تحسين الصورة الأمريكية لدى اليمنيين، وبالتالي إحدى أهدافنا هو أننا نطور بلدا يمنيا أكثر قوة واستقرارا، وهو من أهدافه الأساسية التغلب على تلك المنظمات المتطرفة العنيفة وجميع المجموعات التي تصب في هذا المصب، وبالتالي تقوية مقدرة اليمن، وبالتالي عن طريق أجهزتها العسكرية والأمنية لتطبيق النظام والقانون داخل البلاد ضد أولئك العابثين، مثلا في خطوط الكهرباء كما ذكرتم أنتم وأنابيب النفط هناك. وبالتالي من أهم الأهداف في قمة القائمة بالنسبة للأولويات التابعة لنا هو التنمية الاقتصادية للبلاد التي توفر للمواطنين الفرص الاقتصادية بالنسبة لحياتهم، وبالتالي هذا يمثل أعلى أولوياتنا التنمية الاقتصادية. I need to do a better job communicating with Yemenis. التنمية الاقتصادية، يعني
إجمالي ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لليمن من مساعدات يقول البعض لا تتجاوز 175 مليون دولار يعني، وتذهب بعضها يقول جلها تذهب في المساعدات العسكرية، إن لم يكن المساعدات العسكرية لها يعني لها رقم خاص، أين التنمية الاقتصادية من ذلك؟ حقيقة أنتم ذكرتم المبلغ هذا بدقة، 175 مليون دولار ذهب إلى التنمية الإنسانية، المساعدات الإنسانية التي كانت حاصلة في البلد، وهناك مبلغ مماثل تماما 175 مليون دولار ذهب إلى المجال العسكري وذلك في التحديث وتقوية هذه القوة. فبالتالي الولايات المتحدة سعيدة جدا أن تكون من أكبر المانحين الثنائيين بينها وبين اليمن في هذه المجالات، مجالات التنمية الاقتصادية. وقد منحت الولايات المتحدة مبلغ 122 مليون دولار بالنسبة لإعادة بناء المناطق المتضررة من احتلال القاعدة مثل أبيان، وكذلك الحال تستمر في دعم المجالات مثل التعليم والصحة وإيجاد فرص العمل بالنسبة لليمنيين، وتستمر بكونها أحد المانحين الأولين في هذا الدعم، الدعم الاقتصادي. سعادة السفير أنا على نهاية بقي لي سؤالين تقريبا، لكن هل أنت راضي عن هذا المبلغ؟ يعني هل هذا بحجم أمريكا وبحجم ما تحتاجه اليمن؟ حقيقة انعكاسا لأهمية اليمن بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإن هذا يمثل من أكبر المبالغ التي تقدمها الولايات المتحدة بالنسبة لبلاد على أسس ثانوية بين البلدين. والسؤال هو هل نود أن نرى المزيد من هذا الدعم؟ نعم، إلا أن هذا التزام جاد من قبل الولايات المتحدة في هذه المرحلة. سعادة السفير، أثار لكم تصريح معين أثار ضجة إعلامية في الساحة، وهي أنكم قلتم أن المبادرة الخليجية لا تنص على إخراج علي عبد الله صالح الرئيس السابق من الحياة السياسية أو من اليمن. أنتم رعاة أوائل رعاة المبادرة الخليجية، وأنتم الخارجية الأمريكية والسياسة الأمريكية التي لديها من الحنكة ومن الحكمة ومن الرؤى البعيدة. عندما صغتم هذه المبادرة كنتم تعلمون أنه يمتلك الحكومة ويمتلك وأعطيتموه نصف هذه الحكومة ب50%، والآن تقولون لا تنص المبادرة، ألا ترى أن في هذا ما قد يعني يكون فيه إرباك للعملية السياسية وكذلك مع حليفكم السابق؟ حقيقة الجزء الثاني من هذا البيان الذي ذكرتم هو أنه في داخل اليمن من خلال تلك المجموعات التي عملت على صياغة هذه الاتفاقية الخليجية والتي عملت على أرضية مشتركة، كان لابد لنا من التسليم بواقع معين، ومطالبة صالح بمغادرة اليمن أو التنحي من الحياة السياسية بشكل عام كان ربما لا يفضي إلى الوصول إلى هذه الاتفاقية بالنسبة للمبادرة الخليجية. وبالتالي نحن ننظر الآن بالنسبة لصالح واليوم بشكل عام أنه ربما كان من صالحه أن يتنحى، فهذا سيخدمه ويخدم البلاد بشكل عام، إذ أنه سيتوح الفرصة لدماء جديدة وقيادات جديدة بما فيها من حزبه هو نفسه بحزب المؤتمر. فربما استطاع أن يظهر هذه الحكمة عن قريب. سعادة السفير، البعض يقول أن الوجوه متكررة حتى موجودة في الحوار الوطني هي نفس الوجوه، البعض يقول أن من أسباب قائمة 16 أو من الأشياء التي يئن منها الجنوب وجود بعض الأسماء المتنفذين في قائمة 16 وفي غيرها هم موجودين الآن في الحوار الوطني. قائمة 16 التي ذكرتم في اللجنة التي شكلت ما يسمى بتقرير هلال الباصرة ورفع فيه قائمة من الذين كانوا سبب لتأزيم الأزمة في المناطق الجنوبية، الذين يقول البعض أنهم دمروا بنية تحتية، أخذوا مصانع، أخذوا شركات، استولوا على أراضي، ووضعت مقارنة بين تقديم 16 هؤلاء أو تقديم الشعب الجنوب بشكل عام، فكأن القضية لم تجد مسارا جيدا في ذلك. يقول البعض كيف يمكن لحوار وطني أن يخرج بإنصاف لهذه القوى ولهذه المظالم مع وجود نفس المسميات التي كانت سببا للأزمة التي نحن فيها في هذا الحوار؟
حقيقة المؤتمر مؤتمر الحوار الوطني مكون من 565 عضوا، الكثيرين منهم جدد إلى هذه المنظومة السياسية، وبالتالي كان باهرا جدا أن نرى هؤلاء الأفراد يلعبون دورا من هذا المنطلق، إذ أن هناك 30% من التمثيل النسوي و20% من الشباب، وننظر إلى هذا عبارة عن أمر إيجابي جدا. والحقيقة هو أن طبيعة البيئة السياسية قد تغير بهذه التكوينة ولم يعد كما كان في الماضي، وبالتالي هناك فرصة بالنسبة لهذه القوى والأصوات الجديدة أن تسمع من خلال هذا، ونحن معجبون جدا في ما أدته هذه الأصوات من الإيجابية خلال الأسبوع الأول لانعقاد المؤتمر. More powerful in the future. انتهى الوقت بالنسبة لي، لكن يظن الأخ المخرج بأقل من دقيقة. Time is up. I have half a minute. أنت تذكر أن القوى الخارجية مصلحتها مثل إيران إيجاد وضع متزعزع حتى يسمح لها بالتدخل في ذلك. أمريكا يهمها مصلحتها من اليمن، يمن موحد أم منفصل؟ يمن فوضى أم يمن مستقر؟ No, I think that. بوجهة نظرنا فكنا واضحين منذ البداية أننا نود أن نرى يمنا قويا ثابتا وموحدا، وبالتالي يمنا يستطيع أن يوفر الفرص الاقتصادية بالنسبة لشعبه، يمن يعمل مع الولايات المتحدة ومع الحلفاء في المنطقة، وكذلك الحال جيرانه هنا سواء كانوا في منطقة البحر الأحمر أو المحيط الهندي كذلك، وبالتالي فمن صالحنا يعني من وجهة نظرنا فإننا نرى اليمن يحتل مركزا مهما جدا في شبه الجزيرة العربية وحتى إلى أفريقيا، في شمال أفريقيا نحن، فنحن نود أن نرى يمنا قويا وثابتا. أنا أشكرك سعادة السفير على هذا اللقاء، وأرجو أن تكون اليمن وأمريكا شركاء في التنمية في ذلك، وأرجو لك الإقامة السعيدة للفترة القادمة كما ذكرت لتحسين الصورة بالنسبة لأمريكا لدى المواطنين. I'm sure I will. And thank you very much. It was a great opportunity to talk to you today. أشكركم على ذلك. أعزائي المشاهدين، ما يسعدني أن أشكر ضيفي في هذا اللقاء سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء السيد جيرلد فايرستاين على هذا اللقاء وعلى هذه الذي أخذ من وقته، ولا أخفيكم أنه جاءنا من عمل وسيخرج إلى عمل. أشكر فريق العمل الذي ساعد معي في نقل هذه الصورة مخرجا ومصورين وإضاءة وصوت، وكذلك أشكر الأخ المسؤول الإعلامي في السفارة الأمريكية الأخ عبد الرحمن سيف على التنسيق لهذه الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة، وجدكم بإذن الله في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.